الاداره كاين جوج مشاريع، كاين مشروع ديال 370 مليون درهم ان شاء الله اللي هو الداتا سنتر اللي كتشوفوا اليوم، اللي هو انجاز مهم جدا حيت غادي من ناحيه ديال السياده التكنولوجيه ديال المغرب، حيت هو داتا سنتر 100% مغربي وكيسيروه 70 مهندس كلهم مغاربه غير واحد اللي من تشاد. وكاين مشروع ثاني اللي هو ضخم، هو استثمار جون فينتشر مع مستثمرين انجازا، هو المبلغ ديال هذا الاستثمار هو 800 مليون درهم ان شاء الله. وانا كيبان لي الانجاز هو مهم جدا حيت غادي يمكن ان شاء الله المقاولين الذاتيين والمقاولين الصغار لي بي ام تاعهم باش يوصلوا لواحد المستوى اللي غيمكنهم باش ينافسوا المقاولين الكبار، وهذا مهم جدا حيت غادي يكون واحد المعطى جديد في السوق. هاد المقاولين الصغار ما كيدخلوا للابتكار، هما اللي كيجيبوا واحد الحيويه، وباش يجيبوا هاد الحيويه خصهم الوسائل باش يخدموا. من هاد الوسائل باش يخدموا كاين الداتا سنتر. داتا سنتر شنو كيعني؟ كيعني ان الواحد بلا ما يشري لي زورديناتور ولي سيرفور ويستثمر بزاف في هاد لي سيستيم اللي غيكون عنده، كيجي ديريكت للداتا سنتر وكيكري هاد الامكانيات، والكرا ديال الامكانيات كيمكنو باش يحرر واحد المبلغ مالي باش يستثمرو في المهنه ديالو كوغ دو ميتي ديالو. اذا انا كيبان لي هاد جوج مشاريع اللي تشنو اليوم مهمين جدا ان شاء الله للمغرب، وكيدخلو في الاستراتيجيه الرقميه ديال المغرب، حيت غادي يمكنو المغرب باش يولي واحد المنصه قاريه ما بين اوروبا وافريقيا. اذا دابا راه عاد هادو المستثمرين الانجليزيين عارفين بان المغرب هو واحد همزه وصل ما بين القارات. شكرا. Objectif, l'archive. Tour de famille. Tour de famille.